السلام عليكم إخوان أصدقاء، مرحبا بكم الخوت في كانتي ديال اليوم السبت اللي غيمشي في الترواتيام كورس باري فانسن، كورس أوروبيان كورس بي 67 في أورو، لا ديستونس ديالها 2116 عود، كور دا غوش كرون بيست أوتوستار. الكورس أوروبيان الإخوان فيها الآن إترونجي دو إترونجي سيس إترونجي الناف إترونجي ديس إترونجي الأونز إترونجي والسيز إترونجي وما تبقى لي شوفو فرانسيس. هاد التحليل هذا درتو سجلتو تقريبا الجمعة تقريبا مع 12 ونص تنسجل فيه. نوجدوا الكانتي ديال اليوم السبت. اول حاجه الاخوان اللي شاف تفرج في هذا الفيديو يدعمنا بلايك الفيديو. وبالنسبه اخوتي الكاتيجوري غتكون كورس بي غتكون صحيحه فيها التوكار. المهم اخوتي كاين مارتي لويب ايدي كرافان عاود ديال لوتو ستار عاود اترونجي سبيسياليست في الفانسن. ناخدو الرقم واحد في سيليكسيونا وغادي ناخدو الرقم جوج فالفي دي جيو او لجيو. هاد العود كذلك سبيسياليست في الفانسن. نقدرو نقولو عنده واحد شوية ديال لارونتري مي عاود بكل صراحة الفانس ديالو ما كيخسرش فيه بصفة نهائية. اوتوستار 1.80 في اورو، اوتوستار 12 بلاس، عندو ديك الاعاقة شوية ديال لارونتري. اخر كورسة 5 ايام في السويد هي هادي اخر كورسة 5 ايام. بما انه جاي غادي يشارك غادي يكون جاي موجد رقم جوج غيمشي فافوري. بي ام ام رقم 3 ما غاديش ناخدو، غناخد فوكس تروت سيا عود راجع لباري فانسن سبيسياليست تا هو في لوتو ستار عود ديال هاد شوكولادا سيدريك. بكل صراحة شوفال دو كلاس نسمي هاد العود شوفال دو كلاس لأنه جاري الجروب تجري الجروب هاد العود كيمشي فيري. دابا غيدي فيرا كاتر بي الفانسن دايره في شهر 11 دار درويتيان. والاوتوستار عندو راه ما كيخسرش فيها الاوتوستار ديالو. اوتوستار 80 مليون طروازيان غانيو عندو ديك ان اونس غادي ناخدو هاد العودة هدا. المهم خدينا ثلاثة ديال الخيول الان والطروا والكات. إلي ديال شونجمون د كاتيغوري مغاديش ناخدو، غادي ناخد سيبيل كينواي العود اللي كنت نتسناه يدي فيرا باش نلعبوه. تنظن ان الديفيراج دابا غادي الديفيراج ديال كاتر بي جرى واحد جوج كورسات فيري دابا جاي ديفيري عاود ما كيخسرش في لوتو ستار كذلك. هاد العود هدا غادي ناخدو هاد العود لانه حتى الكرونو ديالو انديس، يعني انديس دوزيام انديس تنظن انه كانت عنده لارونتري رجع ديك لارونتري ودابا ولا عاود اون فورم. غادي ناخدو السيس غادي ناخدو مايور كرونو رقم 7 كوبسي. كوبسي هاد العود مختص في 2700 مختص في 2700 واخر كورسة كان مشا في الكرون ناسيونال دو تروت وقيلا على ما اظن في الكرون ناسيونال دو تروت كان دار نو بلاسي في 2850 كنمشي على نمرة 4. عاود اللي تيعرف في الاوتو ستار ما عمرو ما خسر في الاوتو ستار. امبوسيبل اللي يخسر هاد العاود في الاوتو ستار هو مايور كرون. عاطينو بتي نيميرو تنظن عاود معروف عليه هاد العاود في الاوتو ستار. الخيول اللي كنا خدينا الواحد والجوج والربعة والستة والسبعة وغادي نزيدو الدوكسور دو كيز. هاد العود كان ديال بازير دابا شتو باتريس تيغي دوكسور دو كيس كذلك عود في المستوى ولا لوت لوف في رقم 9 كذلك. يعني خدينا خيول بزاف في البروميير لين. خدينا الرقم 1 والجوج والربعة والستة والسبعة والثمانية
وتسعود، تنظن سبعة ديال الخيول. الخيول اللي غادي نزيدهم كلهم خيول كيديروا الاوتوستار، كاين تاكوزا الزاوتي ديال الاوتوستار، هيلينا دي كواترو كدير الاوتوستار، ايكوينوكس ماتيو ابريفار كيدير الاوتوستار، والفريمين كيدير اوتوستار. خصني نزيد عود واحد، غادي ناخد فريمين او الفريمن هو العود اللي غادي ناخدو، غادي نزيدو كويتيام. شوفو عندي ويت، شوفو فريمين، تنظن ان العشرة غيمشي جران فافوري، وهيلينا دي كواترو تاهي عودة سبيسياليست في لوتوستار، والعشرة سبيسياليست في لوتوستار، وكذلك 12 ما عمرو ما خسر في الاوتوستار. غادي ناخد الرقم 13 الفريمان، اصغر عود في الدوزيام لين مع الخيول ديالنا، وغنحطو الرقم 12 كلا سوربريز. هذا فيديو مبكر، وان شاء الله مازال غادي نزيد نتطيو، نحاولوا نخرجوا واحد لاباز، ربما في اللايف في السبت مساء او الجمعة مساء عفوا. بالنسبة لهاد العود رقم 9، عود كما كنشوفوا الاوتوستار ديالو 114، الاوتوستار ديالو كذلك، يعني جمعوهم كاملين ان شاء الله غادي نزيدو نقربوهم. مازال غادي نشوف لا كورس ديال دو 10 ولا ديال لو 11، مي غادي ناخد لو 13 الفريمان، عاود ملي كيكون ديفيري راه تيكون كما كنشوفو الاوتوستار ديالو غانيو 11 ديفيري غير بوستيريور. دابا داير البلاكي، دابا داير البلاكي، اخر كورسه في الاوتوستار غانيو، عندو ديسكاليفا في 70، وعندو غانيو في 50، وعندو ويتيام فيري. العود اللي تيكون فيري راه تيكون حاضر، تيكون ديفيري تيكون حاضر. هادشي اخوتي اللي كاين، غادي نزيد نديطاييو، لان تزاكوزاز جون ميشيل بازير كما كنشوفو اخر كورسة غانيو في لوتوستار 116، وعندو نو بلاسي فيري، وعندو نو بلاسي فيري، عاود لي كيمشي عليه بازير راه كيحقق بيه بلاصة، مي ضروري تيكون هنا سيزيام في 56، 58 ألف أورو 111. هنا مشى على نمرة كبيرة فيليب توجار، كان تغلب علو كوبسي رقم 7، والطناش كان دار دوزيام، والأونز دار تروازيام، مي رقم 12 كان فيري وكان نمرة صغيرة، دابا ولا نمرة كبيرة. نفس الحالة عند الأونز. غادي نزيد ندي طيوة، ونتمنوا كل التوفيق، وميعادنا في اللايف يوم الجمعة في المساء. تحياتي لكم ومع السلامة.